بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى تابعيهم وعلى الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشراعه في الدارين آمين. ما زلنا في الأبواب المتعلقة بالأجناس الربوية، الباب 18 من الكتاب 23 كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل. والمقصود بالطعام على مذهب الظاهرية هو ما نص عليه الرسول في حديث عبادة بن الصامت دون قياس على غيره، وهو البر والشعير والتمر والملح فقط عند الظاهرية. والمقصود بالطعام عند المالكية هو ما يقتات ويدخر، هذا الجنس الربوي عند المالكية. والمقصود بالطعام عند الشافعية هو كل مطعوم لآدمي يدخل فيه، يبقى إيه يدخل فيه هذا الحكم، كل مطعوم لآدمي سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. وعند الأحناف الطعام هو كل مكيل، كل مكيل أو موزون من الطعام، فيخرج المعدود. فالطعام اللي بيباع بالعد ما يدخلش جنس ربوي عند الأحناف. كان زمان البطيخ بيتباع بالوحدة مش بالوزن، فما كانش جنس ربوي عند الأحناف، لكن الوقت يبقى بيتباع بالوزن فصار جنسا ربوي. يبقى أي شيء يباع بالكيل أو بالوزن جنس ربوي عند الأحناف. وعند الحنابلة والقديم عند الشافعي كل مطعوم موزون أو مكيل فيخرج المعدود، يبقى جنس ربوي. كل مطعوم لأدمي مكيل أو موزون فيخرج المعدود، واضح؟ وقلنا أن الجنس الربوي إن بعت جنسا ربويا بمثيله، بمثيله يعني أرز بأرز، تمر بتمر، زبيب بزبيب، تبادل تجاري، فطالما اتفق في الجنس واتفق في العلة يجب ثلاثة شروط تتوفر في العقد وإلا وقعنا في الربا: التماثل والتقابض والحلول. يعني مثلا بمثل، أدي التماثل، والتقابض يعني هاء وهاء، يعني لازم يكون يتم التقابض في مجلس العقد. وعند المالكية التقابض لابد أن يكون حال العقد، يعني أضيق من إيه؟ من باقي المزايا، حال العقد. والحلول أي لا يكون هناك أجل، لو لم يتوفر التماثل وقعنا في ربا الفضل، لم يتوصل التقابض وقعنا في ربا اليد، لو لم يتوفر الحلول وقعنا في ربا النسيئة. إذا اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة سقط شرط التماثل وبقي شرطان، يعني بر بشعير، تمر بملح، اختلفوا في النوع، لكن العلة الطعمية أو القوتية عند الشافعي عند المالكية أو الوزنية والكيلية عند الأحناف، فالعلة واحدة والجنس اختلف، يبقى يسقط شرط التماثل ويتبقى شرطان يجب توفرهما: التقابض والحلول. إذا اختلفوا في الجنس والعلة كذهب بتمر، فضة ببر، فبيعوا كيفما شئتوا، يترك الأمور على الاتفاق بقى، حسب الاتفاق، حسب السوق، واضح؟ يعني ممكن يبقى بأجل، ممكن يبقى بتفاضل، ويمكن بغير تقابض في المجلس. فهمت المسألة؟
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 64 بعد 104,000. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. وعشان كده الملكية عندهم البر القمح والشعير جنس واحد، خدوا بالحديث ده، فإن هو هيجيب ايه صاع بر هيجيب بدل شعير، مش كده برضو؟ فالعقد ده صحيح على مذهب ايه الشافعية وعلى مذهب الأحناف وعلى مذهب الظاهرية، لأن الشعير والقمح جنسان وليس جنسا واحد. لكن الملكية خدوا بالحديث قالوا لا ده اعتبروها جنس واحد اهو. قال له ازاي تاخد صاع قمح وصاع بصاع وزيادة من شعير؟ فهمت؟ رد الزيادة. فاعتبر المالكية بناء على هذا الحديث أن الشعير والبر نوع واحد، والراجح على خلاف ذلك، وأن هذا الصحابي فعل ذلك تورعا احتياطا وليس فقها، من باب التورع الزائد، الاحتياط الزائد بس، ولكن لهذا الفعل ورع وليس فقه. فهمت بقى؟ فالشافعية حملوا هذا الفعل أنه فعل من باب الورع والاحتياط لا من باب الفقه. لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. يبقى قال أي طعام طالما كله مطعوم يبقى خليه مثلا بمثل، بغض النظر بقى عن اختلفوا في الجنس ولا ما اختلف. محمد يكم الله يصلح بالك. وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثل، قالوا له بس ده قمح فإنه ليس بمثل. فهمت؟ بيردوا عليه وبيفهموه، يبقى المناقشة بين الفقهاء واردة. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. يبقى إني أخاف، يبقى ورع. شوف بقى أنا أعمل كده ليه؟ باب الورع بس، احتياط يا سيدي. أن يضارع يعني يشابه الربا يعني. إني أخاف أن يضارع يعني يشابه الربا. يبقى ضارع يعني شابه، ومنها الفعل المضارع. نقول ليه مضارع؟ لأن فعل الأمر مبني وفعل الماضي مبني، لكن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، يعني في حركات قابل للحركة، فضارع الاسم. ضارع الاسم يعني شابه الاسم، يسموه مضارع. عشان قل من نبه على هذا المعنى عند النحويين. تمام، نقول فعل مضارع. طب ايه يعني مضارع لمين؟ يعني مشابه لمين؟ مشابه للاسم حيث انه يقبل الحركة، انما اي فعل تاني غير ده ما يقبلش الحركة، مبني على طول. صح ولا لا؟ يبقى ضارع يعني شابه. وعلى شكل يقول لك ايه؟ اني اخاف ان يضارع يعني يشابه الربا. وكلمة اني اخاف يعني تورعا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب. جنيب يعني جيد، احنا نقول عليه بلغة المصريين متجنب، يعني يمسك البضاعة كده الفاكهة يجنب الأنواع الجيدة، يجنبها والأنواع الرديئة يسيبها.
فيسموه جنيب. ليه؟ جنبه من الرديء، بسموه جنيب عشان يعني متنقي. يقول لك ده نقاوة، المصريين يقول لك ايه نقاوة، نقاوة يعني منقيه كده، ملتقطه من وسط القبيح واخد او الرديء، ادي معنى جنيب. فخادم النبي على خيبر جاء للنبي بتمر ايه جنيب، يعني تمر جيد نقاوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ هو كل خيبر تمرها جيد كده؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع اللي هي الأنواع المتفرقة قبل أن تنق. الجمع أنواع متفرقة، في الصغير والكبير، وفي الأحمر والأصفر، وفي المرطب، في أنواع مختلفة، ده اسمه الجمع. لكن الجنيب كل نوع لوحده. فبيقول لها: ده احنا بناخد الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب. فهمت بقى؟ الصاعين يبقى ما فيش شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، ما هو صاع بصاعين وكله طمر، يتحد الجنس واتحدت العلة وهي الطعمية، يبقى لازم شرط التماثل، ما ينفعش صاع بصاعين كده، وقع في الربا. فهمت بقى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. يعني ما تعملش كده. طب بس مش هيقبله. طب أنا عايز أجيب جنيب، ما هو مش هيقبل يديني صاع جمع بصاع جنيب، مش هيقبل. قال له: خلاص بيع ده بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيب. وهنا استدل الفقهاء على جواز الحيلة عشان تخرج من الربا. عشان كده بيع العينة عند الشافعية جائز وحرام عند الباقي. ايه بيع العينة؟ بيع العينة ان انا اقول لك عايز مثلا ادي لك انا المية بمتين، عايز اديك مية واخدهم منك متين. طب ما كده ربا، او محتال اعمل ايه؟ اقول لك بعني ثوبك هذا بمئة، بمئة الان كويس، واشتريه مني بمئتين بالقسط. فتقول لي قبلت، فاروح مديك المية وتروح مرددها لي 200، وده اسمه بيع العينة. فهمت القصة ازاي؟ مش الرسول بيقول انه العلامات القيامة ايه؟ التبايع بالعينة. شو كده؟ ادي العينة بقى، ادي صورتها. القسط المعاصر يا سيدي. ها؟ اللي هي القسط المعاصر يعني انا الوقت عايز ادي لك 1000 جنيه واخدهم منك 1500. طب انا لو عملت كده هقع في الربا، مش كده برضو؟ هو من احتال ازاي؟ قال لك اهو زي ما النبي قال له بيع ده بالدراهم واشتري التاني بالدراهم، يبقى وسطت السلعة. طالما وسطت السلعة حلة. فهمت بقى المسألة؟ فانا اقول لك ايه؟ اقول لك انت جاي عايز تاخد مني 1000 جنيه وانا عايزك تردهم لي 1500. فاقول لك ايه؟ طيب انا هشتري منك الموبايل بتاعك ده ب1000، خد ال1000. وانت تقول لي: طب انا اشتريت الموبايل بتاعي منك بعد ما بقى ملكي بال1000 ب1500، هردهم لك بعد سنه بالتقسيط. فهمت الصوره؟ فهمت الصوره؟ الموبايل ما قالش من جيبه، اتحركش، مجرد انه دخل واسطة في العقد. واضح الكلام؟ فالشافعية الصورة دي جائزة وحرام ربا عند الملكية، وجائزة عند الشافعية. طب الشافعية استدلوا منين؟ اهو ان النبي قال له: بيع الجنيب، بيع الايه الجمع بالدراهم، واشتري بالدراهم الايه الجنيب. فهمت ازاي؟ فاحتال بأنه وسط سلعة أخرى بينهما، وسط سلعة أخرى بين التمرين اللي هي الدراهم، زي ما وسطنا احنا ايه الموبايل في المثال بتاعنا. فهمت ازاي؟ او الملابس، او الكتاب اللي في ايده، او النظارة اللي لابسها، اي حاجة. فهمت المسألة؟ فالشافعية قالوا ان بيع العينة جائز بناء على هذا، والمالكية قالوا انه حرام.
وقالوا لهم ده من علامات القيامة، قالوا لهم وكل علامة من علامات القيامة تبقى حرام؟ مين قال إن كل علامة، هو نزول سيدنا عيسى بن مريم حرام؟ طب علامة من علامات القيامة أن تتبع أذناب البقر، هو تربية البقر حرام؟ إيه اللي حرام؟ فهم؟ الشافعية بقى بيردوا على الملكية، والملكية قالوا أصل هي سيقت على سبيل إيه؟ الذم، لأنها من علامات القيامة. قالوا هل كل علامة من علامات القيامة ذم؟ ليست كل علامة، ده تطور الزمان، ده دي بتدلك على تطور الزمان. تطور الزمان يحدث فيه بعض المحرمات ويحدث فيه بعض المباحات، بس بيحكي لك تطور الزمان ان هذا النوع، نوع البيع العينة ده مش مشهور ايام الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ده هيظهر في الاخر وهو جائز، لكنه مش هيخطر على بال الحاضرين. فهمت؟ ده كلام مين؟ الشافعية. الملكية يقولون له ده كده ربا، ده بيحتال. طب ما هو الحيلة جائزة بالقرآن، حتى لما سيدنا ايوب نذر انه يضرب زوجته لانها لم تسمع كلامه وقت مرضه، فلما شفي نذر ان يضربها 100 جلد، نذر كده لانها ما سمعتش كلامه وقت مرضه، قال لها ما تخرجيش تشتغلي، خرجت اشتغلت كويس، قال لها اصبري على الفقر ما تشتغليش، هي لا مش صبر على الفقر، خرجت اشتغلت فزعل منها، فهم ايه؟ نذر ان يضربها 100 جلدة اذا شفاه الله، فربنا شفاه. فانت ما هيضربها 100 جلدة دي تموت فيها، استحملش، فربنا يقول له ايه؟ خذ وخذ ضغثا فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا، يعني خد ايه؟ غصن في اوراق كتيرة اضربها بضربة واحدة ولا تحنس. احتاله ضربها 100 ضربة بضربة واحدة، وخذ ضغثا واضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا، يا رب ها فخذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث، فيبقى ربنا علمه الحيلة لأداء الطاعة. فالحيلة من أجل فعل البعد عن المحرم أو الحنث وارد في القرآن ووارد في السنة، في السنة زي اهو، والتانية زي ايه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. فهمت بقى المسألة؟ ده رأي الشافعية. يعني احنا فصلنا في المسألة بس عشان نبين الخلاف بين الشافعية والمالكية في مسألة بيع العينة، لأن يشبه بيع العينة بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الـ ايه؟ الجنين. فوسط الدراهم. في فرق في القيمة هنا، يعني في فرق بين قيمة الجنين وفي فرق. طب ما هو ما جراش حاجة، ما هو برضه في فرق في القيمة اللي أنا هاخدها، أديك 1000 وآخدهم 1500. في فرق في القيمة. فهمتني؟ نفس الحكاية نفس القصة، وسطنا السلع. وعن أبي قال حدثنا يحيى، أنا عايزك بس لما تقرأ الأحاديث تبقى أنت في ذهنك متسع لكل ما ورد بين العلماء وكيف فكروا وكيف استنبطوا الفقه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها هناك مدارس فقهية، ده له مدرسة يذهب إلى رأي والتاني يذهب إلى رأي وده يذهب إلى رأي وكل حديث واحد. فهمت بقى المسألة؟ لازم يتسع صدرك، لأن احنا كنا نعاني على مدى مثلا 100 سنة فاتت إن طائفة من المسلمين قرأوا الدين بمذهب واحد وظنوا إن الدين هو كده، فلما لقوا ناس بتعمل خلاف ما يفعلوا ظنوهم إن هم مش مسلمين وكفار ومجرمين ومبتدعين، وبدأوا يستحلوا دماءهم وأموالهم. ما ينفعش كده، الإسلام أوسع من المذهب. فهمت؟ الإسلام يشمل كل المذاهب. فالنبي جاء بدين ولم يأتي بمذهب، النبي جاء بدين يشمل كل المذاهب، لكن الفقهاء جاءوا بمذاهب كل واحد خد فهم معين. فهمت بقى ازاي؟ فلا تجعل الدين مذهب، لا إكراه في الدين، والناس دلوقتي عايزين يكرهوا في المذهب، اذا كان الدين الواسع ده لا إكراه فيه، فكيف تكره الناس على مذهبك او فهمك ايها الحنفي المتعصب او الشافعي المتعصب او الحنبلي المتعصب؟ فهمت ازاي؟ فلا تتعصب، او المالكي المتعصب لا تتعصب، لا بأس ان تكون متمذهبا لكن بغير تعصب، وان تتحمل فهم الاخر ويبقى اخوك مسلم برضه له حرمته، ولا تظن انك انت افضل منه او هو ادنى منك لان اختلفتم في الفهم، لا، أراد الله أن يوسع على العباد بهذه الفهوم المتنوعة حتى تتيسر معايش والحياة.
فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول جاء بلال بتمر برني، نوع التمر البرني نوع من التمر الجيد اسمه تمر برني، جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال بقى بيخدم النبي، خد شوية تمر رديء من مخزن النبي وراح بدل صاعين من التمر الرديء ده وجاب له صاع تمر برني حاجة كده فخمة وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرفش ايه احكام الربا سيدنا بلال، هو فاهم انه كده بيعمل خدمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا، يعني يا عين الربا اللي انت عملته كويس، اوه عين الربا، لا تفعل، ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبيعه ببيع اخر من جنس اخر، يعني ببيع اخر يعني من جنس اخر، ثم اشتري به بالجنس الاخر التمر الاخر، فهمت؟ يعني وسط سلعة مختلفة في الجنس عشان يسقط شرط التماثل، فهمت بقى المسألة؟ ها؟ لماذا ما رده؟ طب ما هو رده، قال له اعمل كده على طول، روح اعمل كده، ما هو رد. هو في الحديث انه كلو، انت قرأت في الحديث ان النبي كلو؟ اين فهمت هذا المعنى؟ اذا كان النبي يقول له ما تعملش، لا تفعل، يعني روح بدل، رجع الشغلانه، رجع العقد تاني، فاهم؟ ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر، يعني غير النوع الجنسية، ثم اشتري به. لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. وعن أبي قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر؟ من تمرنا، يعني التمر ده مش من التمر بتاعنا اللي عندنا في المخزن، ده نوع تاني جيد. فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، صاعين من تمرنا اللي هو اقل في الجوده بصاع من التمر الجيد. مفيش تماثل في متحد الجنس والعله، وقعنا في ربا الفضل، فهمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه. اهو قال ولا قال له ردوه؟ فهمت بقى؟ فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. يبقى ردوا العقد اللي فات ده لان العقد ربوي باطل. وبعدين هاتوا التمر بتاعنا اللي هو اقل في الجوده، بيعوا بالدراهم واشتري بالدراهم التمر الجيد. فهم؟ وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبانة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر. بيعرف لك يعني إيه الجمع؟ الخلط، الخليط، يعني مخلوط من أنواع عدة، أنواع رديئة وأنواع جيدة وأنواع إيه ناضجة وأنواع أقل نضجا وهكذا.
فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. يعني في متحد الجنس والعلة لابد من ايه؟ التماثل. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف. الصرف اللي هو ايه؟ أن تبادل الذهب بالفضة، دينار ذهب بدراهم فضة، أدي اسمه الصرف. لكن لما بدل ذهب بذهب اسمه مراطلة، فضة بفضة اسمها مراطلة. إنما الصرف إن أنا بدل نوع العملة، واضح؟ ذهب بفضة أو فضة بذهب. لما اختلف الجنس واتحدوا في العلة اللي هي النقدية سقط شرط التماثل، لكن يبقى الشرطان التقابض والحلول. فهمت بقى؟ قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس بي. فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان من تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعت أضعفت أربيت. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، يعني هذا العقد الربوي، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، يعني بدراهم أو دنانير، ثم اشتري الذي تريد من التمر. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. إن اتحد في الجنس والعلة، ما زاد فهو ربا، إذا اتحد في الجنس والعلة، ذهب بذهب، دينار بدينار، درهم بدرهمين، أو درهم ودرهم بنص، يبقى ده ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، اللي احنا قلنا عليه هناك جنيب، وقلنا عليه برني مرة تانية أنواع، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يعني دي زي دي، فهمت؟ زي ما النبي قال في التمر بالتمر ربا، يبقى الفضة بالفضة برضو ربا. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصحباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. هم فهموا سيدنا عبد الله بن عباس غلط. سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم على الصرف مع اختلاف الجنس، الذهب بالفضة، فقال لهم: إذا كان يدا بيد فلا بأس. هم فهموا أن هو الصرف يقصد به ذهب بذهب، دينار بدينار، أو درهم بدرهمين، فهموا كده، فقالوا: لا ما ينفعش. فهم؟ فظنوا أن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول هذا في إيه؟ في متحد الجنس والعلم، وهو بيتكلم في مختلف الجنس متحد العلم. وعلشان كده إذا اتضح وتحرير محل الخلاف يرتفع الخلاف. فأبي سعيد الخدري اعترض على مسألة هو ما اتكلمش عليها سيدنا عبد الله بن عباس أصلا. فهمت بقى إزاي؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة سقط شرط التماثل. وسيدنا أبي سعيد الخدري بيتكلم على متحد الجنس والعلة. فهمت بقى المسألة؟ فده بيتكلم على حاجة، التاني بيتكلم على حاجة، والمعنى واحد، واضح؟
وعن ابي قال حدثني. بس هم ليه بقى ما كانوش؟ لان ده بيبقى قاعد مثلا في مكه والتاني قاعد في المدينه، فوصل الخبر للمدينه ومش عارف يتصلوا بالموبايل، قالوا انت بتقول كده يا ابن عباس، وما فيش اتصال، مفيش وسائل اتصال زي دلوقتي عشان يستفهم منه. فهمت ازاي؟ فيقوم يظن ان هو بيفتي الناس على خلاف ما يرى هو، فيقوم يعتبر انه بيعارضه. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو قعدوا مع بعض كان سيدنا ابن عباس يقول له ده انا بتكلم على مختلف الجنس متحد العله، يقول له اه عندك حق انا موافق. فهمت ازاي؟ لكن هو ده في حته وده في حته، واحد قاعد في العراق والتاني قاعد مثلا في المدينه، وده قاعد في الشام وده قاعد في مصر، وما بيقابلوش بعض. فهمت بقى المساله؟ فده عشان كده اذا حررت الخلاف اللي بين طبقه الصحابه هتجد ان ايه كثير من الخلاف كان خلاف في ايه؟ في عدم فهم بعضهم البعض، لكن كلهم فاهمين فهم واحد، بس ما كانش ايه متصور ان هو فاهم بالفهم ده وده متفاهم. هي دي المساله مهمه جدا. وعن ابي قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن ابي عمر جميعا عن سفيان بن عيينه واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد او ازداد فقد اربى. هو متحد الجنس والعله، كلامه صح ماشي كده برضه. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا. سيدنا ابن عباس بيتكلم في الصرف مختلف، الدينار بالدرهم، يبقى اللي نقل الكلام بتاع سيدنا ابن عباس ما كانش فاهم كلام سيدنا ابن عباس. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده لابد انك تفهم كلام الفقيه، يعني سوء الفهم من الفقيه ده وارد لحد دلوقتي، ينقله ساعات عن المفتي الدكتور علي جمعه كلام هو ما كانش يقصد معنى ده، لكن هو فهم غلط فينقل كفهمه وهو المفتي ما قالش كده، زي ما عملوا مع سيدنا ابن عباس بالظبط. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت ارايت هذا الذي تقول اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم اسمعه من رسول الله ولم اجده في كتاب الله، ولكن حدثني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئه. يعني الربا في النسيئه ايام الجاهليه كان عامه الربا في النسيئه، مش معناه انه اختص الربا في النسيئه فقط دون ربا اليد وايه ودون ربا الفضل، لا، ده بيقول ان عامه ربا الجاهليه كان في النسيئه، ده بيتكلم بيوصف حال اهل الجاهليه، مش بيقول ان الربا خاص في النسيئه وبينكر باقي انواع الربا، ما حدش قال كده، لكن هم فهموا لما قال كده انه يقصد كده وهو ما كانش يقصد كده. اسامه بن زيد ما يغيبش عليه الاحكام، دول علماء كبار. فهمت بقى المساله؟ لكن ايه الفكره؟ ان ساعات السامع يسمع كلام الشيخ يفهمه على محمل اضيق من ايه؟ من مراد الشيخ، ويظن ان كلام الشيخ بهذا الضيق وهو ما يقصدش هذا المعنى. فهمت بقى المساله؟ عشان كده تيجي تقرا يقول لك ان سيدنا ابن عباس كان لا يرى ربا اليد ولا ربا الفضل، ولكن يرى الربا في النسيئه فقط بناء على حديث اسامه، ولا كده ولا كده، ده انتوا ناقلين غلط. ده بيتكلم في جهه وده بيتكلم في جهه، فبينقلوا غلط، بيتهموا سيدنا عبد الله بن عباس في كلام ما قالوش. فهم ليه؟ لان ده بيتكلم على جهه وده بيتكلم على جهه. يعني بيقول اذا اختلفوا في الجنس الربا يبقى في النسيئه بس، ليه؟ لان سقط شرط التمام، ما بيبقاش في ربا فضل طالما اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلم، يبقى الربا في النسيئه فقط، والنسيئة تحتمل القبض التقابض والأجل. فهمتني بقى ازاي؟ تحتمل التقابض والأجل في لغتهم، يعني التأجيل، النسيئة معناها التأجيل، سواء تأجيل القبض في ربا اليد أو تأجيل لزوم الايه العقد إلى مدة زمنية طويلة وتسمى ربا النسيئة. فهمت بقى الكلام؟ علشان تعرف تفهم بس معاني الكلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. يبقى إنما الربا في النسيئة نفهمها معناه إيه؟ أي الربا إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة يقع الربا
لا في باب الفضل حيث سقط شرط التماثل، بل في باب القبض وتأجيل العقد، واخد بالك، لزوم احد طرفي العقد، فيبقى يقع في ربا القاء اليد وربا النسيء. فهمت؟ ادي الكلام. ساعتها يبقى يستقيم معنى حديث النبي وما يبقاش فيه تعارض. لو فهمنا بهذا المعنى. الشراح ما شرحوش زي ما بشرح لك على فكره كده. عملوا ان فيه تعارض، وان اسامه بن زيد كان يرى انه ما فيش ربا في اليد ولا ربا لا يرى ربا الفضل. لا ما كانش كده، ده بيتكلم في اختلاف الجنس. فهمت؟ فيستقيم العباره بالفهم اللي انا قلته لك دلوقتي. ويبقى حديث ده اسامه بن زيد يوافق الاحاديث عباره بن الصامت، ويوافق كل الاحاديث. لان انا بيتكلم على اختلف الجنس واتحد العله، واللي هناك بيتكلم على اتحدت الجنس والعله. فهمت ازاي؟ فطالما اختلفت الجهه ارتفع الخلاف. فإذا اختلفت الجهة إيه؟ ارتفع الخلاف، يبقى مفيش خلاف بينهم. واضح الكلام؟ وهذا من فضل الله علي على فكرة. إن أنا حليت الإشكال ده، لأن ده مش محلول. ده لما تيجي تقرأ في كتب الفقه المقارن بيقولوا غير كده. يقول أسامة بن زيد وعبد الله بن عباس لا يرى أن الربا إلا في النسيئة بس. ويجيزون ربا اليد وربا الفضل. في حين إن هم ما جازوش ولم يشتمل عنهم أي حاجة من دي. ما تدل، كل كلامهم يفهم بطرق مختلفة. فهمتني ازاي؟ غير اللي فهموه الناس بظاهر اللفظ. فلابد انك انت تقيده بهذا الفهم، فتحل الاشكال وتلاقي اسامة بن زيد بيقول اللي بيقوله عبد الله بن عباس، اللي بيقوله عبادة بن الصامت، كلهم متفق. لان عبادة بن الصامت بيتكلم على متفق متحد الجنس والعلة، واسامة بن زيد بيتكلم على مختلف الجنس متحد العلة. فهمت بقى ازاي؟ فساعتها استقامت ده واستقام ده. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان حا قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. بيتكلم برضو على ايه؟ على مختلف الجنس متحد العلة. وعن ابي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الاوزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان ابا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم فقال له ارايت قولك في الصرف اشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا اقول اما لا اقول اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به، سمعت اكثر مني، اكبر مني انتم في السن. لأن سيدنا ابو العباس اصغر منه في السن، يقول له لا انتوا اكيد اعلم بكلام النبي مني. ام شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا اقول اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به، يعني يقصد ايه؟ حديثه. اما رسول الله اي اما حديث رسول الله فانتم اعلم به، واما كتاب الله فلا اعلمه، يعني مش موجود في كتاب الله تفاصيل الربا دي. لو ربنا قال ان الربا حرام وخلاص ما بين لناش ايه انواع الربا. ولكن حدثني أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة. باب لعن اكل الربا ومؤكله. وعن ابي قال واللعن معناه انه كبيرة، اللعن علامة الكبيرة، فيبقى الربا حرام من الكبائر وليس من الصغائر. فالصغائر حرام ايضا، لكن ايه؟ فاعلها ليس بملعون، لكن الكبائر فاعلها يقع في اللعن. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيره قال سال شباك ابراهيم فحدثنا عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال قلت وكاتبه وشاهديه. قال إنما نحدث بما سمعنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب
وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. سيدنا عبد الله بن مسعود ما سمعش كاتبه وشاهديه على فكرة، الزيادة دي زيادة سيدنا جابر، فهمت بقى؟ سيدنا عبد الله بن مسعود سمع بس آكله وموكله، فبيقول له لا وكاتبه وشاهديه، قال له أنا بحدث زي ما سمعت، أنا سمعت كده بس. فسيدنا جابر قال أنا سمعت بقى أكتر، وزيادة الثقة مقبولة لأنها فيها زيادة علم، فهمت بقى المسألة؟ ونقف على باب أخذ الحلال وترك الشبهات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.